أهلا بكم أعزائي المشاهدين في الحلقة الثانية من مادة التي جي جي، واليوم راح نتكلم على أول موضوع عندنا بالتي جي جي اللي هو الأفيرمتيف، وتكلمنا عنه سابقا وقلنا هذا الأفيرمتيف هو أصلا ديب ستراكشر، يعني ما يحتاج خطوات تحويل. فنبدأ نشرح موضوع الأفيرمتيف، بس قبل لا نبدأ نشرح خل أذكركم بقواعد الفري ستراكشر رول، ولازم تعرفون إن الاس تنقسم، قلنا الام بي في بي، الفير فريز، اوكزيلري مين فيرب، الاوكزيلري تنس، قلنا اوبليكيتري، وعندك المودل والها بلس اي ان وبي بلس اي ان جي، وعندك الفري ستراكشر رول الرابعة اللي هي مين فيرب اللي هو الفيرب، والفيرب بلس ام بي وبي بلس ام بي اللي هو الناون فريز، والبي بلس بليس والبي بلس ادجكتيف فريز. phrase structure rule الخامسة اللي هو tense present to past auxiliary، وال phrase structure rule السادسة اللي هو mp2 والdeterminer والnoun، وال phrase structure rule السابعة intensifier adjective. موضوع affirmative موضوع سهل جدا، وقلنا موضوع هو اصلا deep structure، لان من شروط deep structure اللي هو لازم يكون affirmative ولازم يكون declarative ولازم يكون active، ثلاث شروط بالdeep structure. إذا جملتك بها خارج هاي الثلاث شروط، إذا جملتك ليست ديب ستراكشر لازم تحولها لديب ستراكشر بعدين تستخدم التري دايجرام. فعندنا أول جملة اخترت لكم اليوم جمل، فنبدأ بأول جملة he should have been playing nicely. he should have been playing nicely الجملة affirmative ما بيها negative ولا بيها passive، إذا جملتنا affirmative. نبدأ بالخطوة الأولى، خلي تصير خطوة أسهل لكم. نبدأ بالفري ستراكشر رول الأولى، الاس، هذه الاس، هاي السنتنس، هاي الاس، الاس تنقسم ام بي وفي بي، ام بي و في بي. الخطوة الأولى ام بي في بي، نجي الفي بي ينقسم اوكزيلري مين فيرب، خلينا نتبع خطوة خطوة حتى ما تدوخك. اوكزيلري والمين فيرب، هسه نجي على الاوكزيلري، بس قبل ان نجي على الاوكزيلري خلينا ناخذ الاس اللي عندنا الام بي، ناخذ شنو الام بي اللي هو شنو هي حتى نخلص منها. نجي هسه على الخطوه الثالثه الاوكزيلري، عندنا التنس قلنا اجباري، التنس اجباري، زمن الجمله شنو؟ should have been، should اللي هو الباست، الباست زمن الجملة باست، شال شود. ايش عندنا نوع من ذنة ثلاثة من ضمن القاعدة الأوكزيلري؟ قلنا التنس اوبليجيتوري، موديل عندنا، عندنا موديل اللي هو الشود، موديل اللي هو الشود رجعها على اصلها شال. بعد ايش عندنا؟ عندنا هاف بلس اي ان، هسا اخذنا التنس موجود، الموديل موجود، هاف بلس اي ان موجودة، have plus e and have، وعندنا b plus i have، عندنا plus e n. بعد ايش عندنا النوب بالاوكزيلري؟ عندنا b plus i n g، عندنا هاي اخذناها وهاي اخذناها، هسه عندنا شكل من اشكال b، شكل من اشكال b، هذا شكل من اشكال b، وعندك ال i n g، يعني اذا عندنا b plus i n g، يعني b b plus ING. شوف هذا المثال يجيك صدفة، تلقي الأربع قواعد ثلاث قواعد موجودات بالأوكزيلري، مرات تجيك بس المودل، مرات تجيك هاف بلس إي إن، مرات تجيك بس بي بلس إي إن جي، مرات تجيك كلهن. فهسا ناخذ خلصنا من الأوكزيلري، انتهينا منه، نجي على المين فيرب، نجي على المين فيرب. لاحظ هاي الأشكال الخمسة مع المين فيرب، هاي الأشكال الخمسة مع المين فيرب، ياهو من هنا اللي متطبق عندنا بالقاعدة. عندنا قلنا يعتبر verb، verb to be، بعد كينونة v مو v، v plus imp مو v، شكل من اشكال b صح، بن شكل من اشكال b زين، شكل من اشكال b بشنو متبوع؟ هسه عندنا شكل من اشكال b اخذناه تمام. لاحظ كلمة play، هسه نجي على الverb ناخذ شنو verb اللي هو play، الverb sorry الverb، الverb اللي هو شنو play. هسه ايش بقى عندنا؟ بقى عندنا nicely،
nicely. Nicely شنو هذه؟ manner يعني أسلوب. manner المين فيرب اللي هو هسه عندك المانر. المانر عندنا شنو؟ nicely. nicely المانر. اخذنا الزمن مال الجملة. ال MP2 ما عندنا MP2 حتى ناخذها، ولا عندنا intensifier adjective حتى ناخذها، يعني قواعدنا وقفت لحد القاعدة الخامسة تطبيق. فجملة سهلة وواضحة، وخلونا ناخذ جملة ثانية حتى تصير الفكرة أوضح عندك. The boy could have been playing football. Pay attention, please. The boy could have been playing football. نجي قلنا ناخذ الاس. الاس تنقسم عندنا MP و VP. NPVP. الMP والVP. بدأ نجي على MP. خلنا ناخذهم واحدة واحدة. الMP عندنا شنو؟ بيها determiner وnoun. قلنا determiner اللي هو the with that with these with those. the with that with these with those. هاي تعتبر شنو؟ determiners. the boy. the تعتبر determiner. ناخذ the boy. لاحظ the boy اللي هو determiner، وعندك the determiner و boy اللي هو الناون. اكيد شوية دخلت بيها اللي هو the boy determiner، مثل ما اشرحنا هنا قلنا ال MP تجي determiner و noun. determiner اللي هو المحددات اللي هي اسماء الاشارة والarticles اللي هو the والاه والان. وعندك these that this that those، هاي تعتبر determiner. نجي على الverb phrase. الverb phrase ينقسم auxiliary و main verb. auxiliary و main verb. اللي جي على auxiliary. الauxiliary اول شيء tense، قلنا هذا obligatory tense. شنو زمن الجملة؟ اللي هو الماضي could، اللي هو الماضي. بعدها موجود عندنا model، موجود model اللي هو شنو؟ اللي هو الكان. بعدها عندنا have plus en، عندنا have plus en. have تصريف have تصريف ثالث. have plus en. بعدها عندنا no b plus ing، عندنا b plus ing. عندنا b plus ing. خلصنا من الأوكسيلاري. هسه نجي على المين فيرب. المين فيرب اللي هو الفيرب اللي هو شنو؟ play. زين احنا هسه قلنا play. زين play جيت واحد الاكو وراها كلمة، جيت وراها كلمة. احنا عندنا شرطين v and v، هاي باعتبار v مو شكل من اشكال b، يعني فعل وليس من اشكال افعال كينونة، فعل. فالفعل ما انتهى، بعد اكو كلمه وراه اللي هو شنو راح تكون؟ راح تكون ام بي 2 اللي هو شنو؟ ان بي 2 اللي هي شنو؟ فوتبول. ام بي 2 اللي هو فوتبول. قلنا اول خطوه ديب ستراكشر، هذا هو الديب ستراكشر. الخطوه الثانيه تري دايجرام، هذا يسمونه التري دايجرام. الخطوه الثالثه اللي هو الفري ستراكشر رول، القواعد الفري ستراكشر اللي هي القواعد which describe and analyze the deep structure. هاي القواعد. الخطوة الأخيرة اللي هو استخراج الترمينال سترينج. الترمينال سترينج يقصد بيها الفاينال لاين. الترمينال سترينج. ترمينال سترينج يقصد بيها الفاينال لاين. آخر خط عندك بال التري دايجرام يعني شنو؟ MP التنس والمودل والهاف بلس ان بي بلس ان جي، وعندك الفي
والام بي 2 هذا يقصد بي التيرمينال سترينج. يعني شنو يصير عندنا؟ يصير عندنا ام بي، ام بي باعتبار هاي صارت 1 وهاي صارت 2. ام بي 1 بعدها شو يكون عندك؟ الزمن اللي هو الباست. بعدها شو يكون؟ يكون عندك المودل. بعدها شو يكون؟ هاف بلس اي ان، هاف بلس اي ان. بعدها شو يكون؟ بي بلس اي ان جي. بعدها شو يكون؟ اللي هو الفيرب. وبعدها الام بي 2، الام بي 2 حتى تضح عندك ام بي 2. الام بي 2 موضوع سهل ترى جدا وما يرد له، بس فقط تركيز. انت اذا استنتجت كنا اول خطوه طلعت ديب ستراكشر، بعد راح تروح تطبق 3 دايجرام على قواعد فري ستراكشر رول. هاي القواعد حفظ، تطبقهن واحده واحده، ما تخطا. حاول تتبع الخطوات واحدة واحدة، تبدأ على الاس ام بي في بي، تاخذ الام بي، بعدين تجي على الفي بي وتبدأ تقسيماتها وتاخذهم واحدة واحدة حتى ما تي بالموضوع. خلونا ناخذ مثال ثالث حتى يصير الصورة بعد اسهل. هذا الخطوة في الستركتشر الرابع عندك المين فيرب، هذه اشكال الفعل بالجملة، ما يجيك أي شكل خارج هذه الأشكال. يعني ركز على هاي الأشكال احفظهن حتى تصير عندك الشغلة سهلة. He has been in this college lately. He has been in this college lately. خلونا نحلها. اوكي، هاي الجملة اللي هي السنتنس. الاس تنقسم قلنا ام بي و في بي. الام بي اللي هي الناون اللي هو شنو؟ الهي. تيجي الفي بي اللي هي الاوكزيلاري والمين فيرب. تيجي الاوكزيلاري قلنا التنس، هذا اوبليجاتوري اجباري، اللي هو مضارع، اللي هو البريزنت، بريزنت مضارع. نجي موجود مودل عندنا بالجملة، لا هذا جملة شوف تختلف، ما موجود مودل، موجود هاف بلس اي ان، شكل من اشكال هاف بلس وتصريف ثالث. موجود عندنا هاز بن اللي هي تصريف ثالث اللي هو الهاف بلس اي ان. موجود بي بلس اي ان جي بالجملة، ما موجود، خلص الاوكزيلاري. نجي على المين فيرب، نجي على المين فيرب. المين فيرب شنو عندنا؟ عندنا بي، شكل من اشكال بي، هذا المين فيرب. تمام، زين، شكل من اشكال بي شنو سبقه؟ ناون فريز سبقه، لو مكان لو ادجكتيف. ان ذس كولج هذه ناون فريز، لو مكان لو ادجكتيف. ان ذس كولج، ان ذس كولج هذا بليس، اذا شنو؟ وعندك بليس اللي هو شنو؟ ان ذس كولج، ان ذس in this college. وعندك lately اللي هو وقت، time عندنا lately، lately. هسه ناخذ terminal string حتى نتاكد من جملتنا صح له لا. نيجي terminal string قلنا final line اللي هو mp، والtense اللي هو present والها plus en، والبي والبي او الverb، يعني الverb بي. وعندك place وعندك التايم. تمام، نجي ناخذها ام بي بريزنت هاف بلس اي ان، عندك فيرب سوري بي بي و بليس و تايم. لحظ، he have قلنا تنقلب الى has in the present مفرد. he has، يعني راح نشوف الجملة، he has been، البي تصير ثالث، in this college، in this
كولج ليتلي. لحظ التايم تايم والبليس والبي تصريف ثالث صارت بن والهاف صارت هاز لأن زمن مضارع والهي ام بي 2 الام بي. ما دام طلع التيرمين سترينج مشابه للجملة مع الديب ستراكشر إذن حلنا كله صح، حل الجملة كله صح. خلونا ناخذ جملة أخرى أسهل تمام، نطول عليكم ولو هي كثرة الجمل ضرورية حتى تمارس عليها، لأن هي مثل ما يقول دكتور مروان تحياتي إلى اللغة رئيس قسم اللغة الإنجليزية، يقول هاي مادة التي جي جي أشبه بسياقة السيارة، يعني من تريد تستدار، من تريد تستدار بشارع، إلا واحد يقول لك استدار، انطي إشارة يمين انطي إشارة يسار، بعدها أنت تصير عندك يعني أوتوماتيكلي كثرة الاستخدام وحل التمارين وحل الأمثلة والممارسة عليها تصير عندك شغلة بسيطة، لأن هذا موضوع الأفيرماتيف موضوع يعني بيس أوف كيك. بعد اللي ما نجي النيجيشن والسنو كويشن والدبليو اتش كويشن والباسيف راح تواجه صعوبات هواي. مثالنا الأخير the boy was running. The boy was running. Sentence قلنا تنقسم MP VP. MP عندنا شنو؟ Determiner و noun. Determiner اللي هو the و noun اللي هو الboy. هاي خلصنا منها. الverb phrase قلنا auxiliary و main verb. الauxiliary عندنا tense منتهي منه اللي هو الباست يعني was، وعندنا be plus ing اللي هو شكل من اشكال be و ing. فنجي على main verb اللي هو عندنا بس الverb اللي هو run، كل شيء رجع على اصله run، تنتهي جملتنا. ناخذ الترمينال سترينج اللي هو الام بي بلس الباست و بي بلس اي ان جي و ذير. نجي نستخدم the boy، قول the boy اللي هو ناون ام بي باست و بي اي ان جي. the boy شنو هو؟ اللي هو واحد اللي هو واز اوتوماتيكلي صارت واز، الفيرب يضرب بالاي ان جي صار رانينج running. إذن جملتنا صح، جملتنا صح. هذا كله عن موضوع على affirmative، وإن شاء الله بالمحاضرة القادمة راح نتكلم على موضوع النيجيشن، موضوع شوية أصعب بس حاول تراجع هذا الموضوع مع المحاضرة السابقة. مثل ما قلت لك في المحاضرة الأولى ضروري انك تتابع المحاضرات بالتسلسل، يعني المحاضرة الاولى والثانية حتى يصير عندك شيء تدريجي، المعلومات تصير عندك تدريجي تنبني بناء صحيح حتى ما تواجه صعوبة، لان بعدها راح تكون عندنا ان شاء الله اخر حلقة هي حل طريقة حل الاسئلة الوزارية واسئلة يعني خلال السنة نصف السنة والفصل الثاني وغيرها، لان راح تشوف شيء مختلف تماما. مادة اي خطأ يدفعك الثمن، انت اذا اخطأت في الديب ستراكشر حلك كله انتهى. زين هذا عندك موضوع مثلا الفيرماتيف ينتهي بهذا الحل، بعد عندك مواضيع بس هذه الطرق، هاي الطرق 6-7 طرق تصل 9 طرق. زين انت هذه هاي كلها تتعب عليها كلها راح تخسرها خلال حلك بالطريقة غلط للديب ستراكشر. واتمنى استمتعتوا ويانا بهذا الفيديو، ولا تنسانا اذا عجبك الفيديو لا تنسانا بلايك وشير وسبسكرايب وتركوا لنا رايك بتعليق، ولا تنسى تحل الكويز اللي بالديسكريبشن تحت الفيديو حتى تكون عندك شويه طريقه انك تقدر تحل، تقدر تطبق صحيح حتى ما تقع باخطاء مثل ما صارت سابقا ويانا، والحمد لله خلصت.